I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. بس كتاب انا فراس اليوم رح نحكي لكم عن فوت فوت صالح. عشان بلش لحالك حبيبي. لا منتهز بسرعة. مرة تانية بس كتاب انا فراس. واتساب وانا صالح. اليوم رح نحكي لكم عن فوتو شوت اللي طلعنا عملناه مع بنت. مع بنت بتلعب باليه. يعني في حركات كتير حلوة بتعمل حركات كتير حلوة. في حركات كنا لازم نستعمل فيها هي كيف تعمل حركة سريعة مثل اللي فرجيناها كونها أول شيء. بالضبط. وطبعا كان في ليل نهار كان في كذا عدادات كان في كذا طريقة وكله هتشوفوه هلا. وصورناها بمنطقة اسمها برشا واشتغاسة. هي عبارة عن منطقة فيها جزء من حيط برلين اللي هو اللي كان قاسم بين برلين الغربية والشرقية. وطبعا هالحيط حاطينه كذكرى وطبعا عليه رسومات اللي هو رسومات الجرافيتي. وغير هيك في كان جسر معروف كثير بالفرشة والشتغاسة لونه أحمر بالفرشة والشتغاسة كمان حلو للتصوير كمان استغلنا. وفي كمان منطقة صغيرة كلها كمان رسمات جرافيتي وفيها ديزاينات خفيفة صغيرة حتشوفوا هذا كله بالفيديو. والصور طلعوا كتير حلوين كتير رح يعجبوكم. خصوصا هي البنت متعودة تاخد صور. يعني كل ما ناخد لقطة كل ما هي تسمع صوت الكاميرا تعمل حركة جديدة. بقى كتير ارتحنا معها بالتصوير كان كتير حلو كتير سريع طلعوا صور حلوة. تابعوا الفيديو وشوفوا الصور ان شاء الله كتير هتعجبكم.
وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو والصور اللي شفتوها، كانوا كتير حلوين بعتقد. وإن شاء الله كمان يكون عجبتكم المنطقة، حسيتوها شوي مميزة، فيها زي ما بقولوا أشياء مميزة تشوفوها تقريبا بس ببرلين. إن شاء الله غريبة كتير حلوة. بالضبط، إنه هي كمان بيعتبر إنه فن الشارع، وهالفن ما بتشوفوه بأي مكان أو في أي بلد في العالم، فهالشيء كتير مميز يعني موجود ببرلين. تمام، هلا انتوا هلا هيك شفتوا شيء تراثي ببرلين مثل الجسر ومثل الجدار، واستفدتوا ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من الاعدادات والصور والفيديوهات. ان شاء الله يكون كمان عجبكم الفيديوهات والصور والفيديو بشكل عام يعني. واذا مثل العادة اذا في عندكم اقتراح او اي فكرة او اي شيء حابين نعمله كمان اكتبوا لنا تحت بالكومنت. لو عجبكم الفيديو سووا لايك شير وسبسكرايب، وورجيه للناس اللي حابة كمان يعني تشوف شيء من برلين او حابة تستفيد من التصوير. تماما، ومثل ما مثل العادة الانستغرام عم نزل عليه شغلات كتير حلوة، وعم نعمل ستوري كمان كتير حلوة يعني تكون من برا. وشوفوا صفحتنا كمان اللي على الانستغرام، غير صفحة فراس وغير صفحتي. جناو اوكي، وايدي انشلل انا. بيس. Everything held you close by the stormy soul to me.